السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. طبعا قبل لا نبدأ بالشرح اعتذر عن هذا الانقطاع اللي تقريبا صار بحدود 25 يوم او اكثر، بسبب يعني ضغط العمل ما عندي مجال، يعني ما الحق انه اصور لكم حلقات. فاليوم ان شاء الله يعني استغليتها فرصة، سجلت لكم عدة مواضيع ان شاء الله يعني نحاول ان ما ننقطع عنكم. طبعا اول ما نستفتح يعني بعد هاي الغيبة، وبما انه احنا هسه حاليا موسم ربيع يعني مع التسميد وغيرها من هاي الامور، فحبيت وحسب يعني ما دزوا لبعض الاصدقاء انه يطلبون مني هاي الحلقة اوضح لكم مسألة الاسمدة، لان مثل ما تعرفون اكو اسمدة تكون ورقية واكو اسمدة تكون يعني صقل التربة. فاليوم راح اوضح لكم هذا الامر. مرات تشترون مثل هسه هذا الاسمدة، يعني مو شرط انه تتباوع على الغلف او الظرف، يعني مثلا هسه هذا اكو هذا النوع، يعني طبعا هذا اني ان بي كي متعادل، لكن واحد يكون عالي الفسفور واحد يكون عالي البوتاسيوم، وهذا يكون متوازي او متعادل العناصر عشرينات. طبعا هذه اللي هسه جاي تشوفوها قدامكم هي تكون أسمدة ورقية، يعني ترش على أوراق النباتات. أكو العناصر الصغرى أو اللي نسميه الدكسن، هذا همين يرش على الورق. عندكم عنصر الحديد أيضا يرش على الورق، يعني هذه الأسمدة اللي تنطوي تحت مسمى رش ورقي. أكو أسمدة تكون أرضية، يعني ترش على التربة إذا كانت بودر أو حبيبات أو تتخفف بالمي، لكن أيضا تنسقي بالتربة. أكو مثلا حتى تكون سائل، يعني هسه هذا سماد الداب، داب يوريا، هواي أسمدة. أكو سماد أن بي كي يكون حبيبات أيضا، يعني نفس هذا، هذه أرضية تتخفف بالمي أو ترش على سطح التربة، يعني مثل هسه هذا الشكل. وانا كلها هاي منزل عنها شروحات. اكو السماد اللي يكون عضوي او مثلا سماد الهيوك اسيد، سماد هواي اكو اسمدة، هذه تستخدم ايضا صقل التربة. زين، نجي هسه نوضح الفرق بين السقي للتربة وبين اللي يكون رش للورق. طبعا من تشتري هذا وتقرأ انه يكون رش على الورق، تقدر تستخدم رش على الورق او تقدر تستخدم صقل التربة، ماكو اي مشكلة. يعني هذا مو انا جاي اقصد لك انه الماركة، وانما اذا قرأت رش ورقي، فاي سماد تقرأ رش ورقي تقدر تستخدم رش على الورق او صقل التربة. لكن من تاخذ سماد ارضي فهنا ما يصير رش على الورق، هذا يشتغل عندك بس صقل التربة، هذا يشتغل على الجذور ويشتغل على الورق، بينما هذا اي سماد ارضي يعني ينسقي للتربة فما راح يصير انه تستخدمه رش على الورق. هذا كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وان شاء الله خلال هذه الايام راح انزل لكم سلسلة عن طريقة استخدام هذه الاسمدة، يعني كل سماد اشوفكم شلون تستخدموه بطريقة كلش مبسطة. نتمنى ان تكون حلقة مفيدة، ونتمنى ان نكون افدناكم. في مع الله.